هل توصلتم لشيء جديد في قضية التجسس؟ إننا ننتظر أن تقوى الحمامة الزاجلة وتستطيع الطيران. ومتى ذلك يا صاحب الشرطة؟ ربما السيد مفتاح مصاب بنوبة برد. نعم، واضح أنه محموم. ما لك تبدو مهموما يا أبي؟ لقد عدنا في قضية التجسس إلى نقطة الصفر. ها هو جدي، لنسأله. ما طلبك؟ عبيد، جواري، غزلان برية. اسمي وحشي، وحشي ابن حرب. سمعت عن دين جديد يدعو له الصادق الأمين محمد بن عبد الله. إذا انتشر هذا الدين الجديد سنصبح نحن والعبيد سواء بسواء. أفهم أن يؤمن عبد مثل بلال بأفكار العدل والحرية والمساواة. إذن نؤدب بلال ونجعله عبرة لمن يعتبر. لا لا لا، هذه صغيرة، احمل أكبر منها وإلا قيدتك بجانبه وألهبتك بالصوت. لقد هداني الله لنوره يا وحشي. أنت تتزوجني؟ أعرف أنني عبد، فاغربي عن وجهي، اغربي عن وجهي. إنه مبلغ يشتري عشرات العبيد والجواري. أعرف أنك كنت مجبورا عليه، ليسامحك الله. نعم، هو يرتكب جميع الذنوب دون لحظة ندم، كما أنه حاسد وحاقد، يكره الخير لغيره ويتمنى زوال النعم عنه. هل هناك ما هو أسوأ؟ أية جريمة؟ الوقت تأخر يا بني، والقصة لا تزال طويلة.